الأجهزة كتتوزع على مكاتبنا، مكاتبنا أعطيناهم تعليمها وهي كانت موجودة من قبل على كل حال، لجان طبية لأن خدمنا العام اللي فات، احنا وزعنا أجهزة العام اللي فات وشحال من جهاز، وشحال من جهاز وزعتم العام اللي فات؟ وزعنا أكثر من 700 جهاز. ولكن أنت قلت لي أنه هذه الأجهزة ما رجعوها لكم، ما رجعوها لناش، راح ضاعت. إلا بعض الولايات اللي قدروا يعني يديروا واحد الأطر قانونية، راهم عندهم بعض الأجهزة قاعدين يخدموا بها الآن. عندنا كاين مكاتب تاع البركة عندها أجهزة راهي تخدم بها مع المرضى، ولكن ما يشبه، ما كناش احنا ظانين، احنا قلنا خلاص الحمد لله احنا كي الحاق وترفعت الكورونا قلنا الحمد لله بدا العالم ينفتح سيدي، املنا في الله سبحانه عز وجل، ولكن هذا شاء القدر ان يكون هكذا يعني. فالان هذه الاجهزه لما نجيبوها نوزعوها الولايات كلها، ولا حسب الولايات ولا حسب المبالغ الماليه يعني، ما نظلموش الناس، كاين الناس اللي جابوا مبالغ ماليه عاليه لان حالتهم النفسيه، ولكن هو في النهايه مش هذا النهايه، الجهاز هو وقف لله الواحد الاحد، ما اعطوش لاي واحد، اديه بريت ترجو يستفاد منه مريض اخر. انا قبل الاستاذ قال واحد الكلمه، هذاك الاستاذ اللي حول المصنع نتاعو، قال يا ودي الاستعمال تاعها لازم يكون وراه انسان مختص يعني طبيب. احنا عندنا اللجان الطبيه هذه، هذه اللجان الطبيه خدمت معنا غزه، خدمت معنا قدام من المناطق موجودين في الولايه الطب، وكاين اطباء راهم يتواصلوا معايا كرئيس انا ويتواصلوا مع مكان، يقول لك احنا جاهزين نكون في الخدمه، عيط لي انا يعني. احنا ذاك الجهاز او موش راح يديه طبيب ويكشف الحاله، هل هو يحتاج هذا يحتاج ولا ما يحتاجش، ويحدد له نسبه الاكسجين اللي خاصاته وكذا وكذا، ولا قالت ولا لقى الحاله تاعو تطلبت الحاله، لا ممكن يلقى الحاله تاعو ما يكفيش ال10 لتر، هذا يروح للمستشفى، هذا يروح للمستشفى، يولوا هذوك الحالات اللي يطلبوا 10 لتر خلوهم في البيوت، يولوا هذوك الاسره اللي في المستشفى اللي تتطلب فوق ال10 لتر 15 وكاين اللي يطلب اكثر، هذا يروح للمستشفى. انتم الاجهزه اللي راح تجيبوها واش من لتر؟ 10 في 10 الان 10، هذا بنصيحه المختصين يعني، حاولنا نجيبوا 15 لكن ما لقيناش في السوق. احنا رانا نحاولوا استاذه ليلى، ماناش راح نحبسوا، احنا اذا بقات العمليه راح نجيبوا الاف مش 2000، رانا في كل مره الحمله ممتده حتى تخلص الكورونا هذه، ماناش راح نحبسوا حمله الحياه هذه. والناس راهي تدفع، والناس، انا درت لقاء البارح من معكم في دراجة رجال الاعمال، راني يوميا عند المحسنين، يوميا راني نعرض في الجنه على المحسنين، يوميا راني ندعو في الناس لاحياء النفوس. يا جماعه تعالوا، هذه لحظه حرجه يمر بها الوطن.